إطار مبادرة حياة كريمة تتواصل فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان، وذلك من خلال 10 عيادات متنقلة للكشف عن المرضى. وتقدم القافلة الكشف والعلاج بالمجان، ويتم تحويل المرضى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية، وعدد آخر لعمل التحاليل والأشعة بالمجان. وعبر أبناء القرية عن سعادتهم بوجود هذه الفرق الطبية المتخصصة التي وفرت عليهم مصاريف التوجه للأطباء في العيادات والمستشفيات الخاصة، موجهين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح لهم هذه القوافل الطبية بالمجان.